الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز أخبار من عاصمة الخبر، أهلا بكم. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كندا في زيارة رسمية تستغرق يومين، ويناقش بايدن خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجهود المشتركة في دعم أوكرانيا وتعزيز الضغط على روسيا. كما تتناول مباحثات الرئيس الأمريكي في كندا التزام واشنطن بالشراكة مع أوتوا وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية وقضية الهجرة. عقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل لمناقشة عدة ملفات أبرزها الأزمة الأوكرانية. وعلى هامش اجتماعات القمة التي يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أيد قادة الاتحاد خطة النقل السريع للذخيرة لأوكرانيا، كما أشار مسؤول الاتحاد الأوروبي إلى موافقتهم على إرسال مليون قذيفة مدفعية من طراز 155 ملم إلى أوكرانيا. كما دعت قمة الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بينما أعلنت المفوضيات الأوروبية أن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا ستستهدف بشكل مباشر التحايل على القيود المفروضة. أعلن الاتحاد الفرنسي العام للأشغال أن 800,000 شخص تظاهروا في العاصمة باريس، وهو رقم غير مسبوق. وقال مصدر نقابي إن أعداد المتظاهرين في أنحاء البلاد وصلت إلى 3.5 مليون متظاهر، وشهدت شوارع فرنسا حالة من الفوضى بسبب اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وتدخلت الشرطة لفض الاحتجاجات. قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية اختبرت منظومة جديدة لهجمات نووية تحت الماء بتوجيه من الزعيم كيم جونغ أون. كما أكدت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أنها أطلقت صواريخ كروز خلال تدريبات في الفترة بين 21 إلى 23 من مارس الجاري. ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الكيو كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر.